بيشهد مهرجان الجونة كل سنة العديد من الأحداث زي مسابقات الأفلام القصيرة والوثائقية وتكريم الفنانين والفنانات، ولكن بالرغم من كل ده إلا إن حالة الجدل الأكبر بتكون دايماً على أزياء الفنانين والفنانات، وحالة الجدل المرة دي على بدلة سعرها 15 مليون جنيه. معكم منى يعقوب، أهلاً بكم. خلال مشاركته بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، خطف الفنان خالد سليم الأنظار، واللي كان بيرتدي جاكيت بدلة وظهر بشكل فخم وأنيق، وكان تصميم البدلة بلمسات من مصممة الأزياء مارجو حنا، وكانت البدلة مرصعة بالألماظ الحر 18 إيراد باللونين الأبيض والأسود وموزع على الياقة واليد، وكانت دي أول بدلة مرصعة بالألماظ للرجال تظهر على ريد كارب في الجونة، واللي وصل سعرها حسب كلام مارجو لمليون دولار، يعني أكتر من 15 مليون جنيه. وقالت مصممة الأزياء مارجو حنا، واللي صممت بدلة خالد سليم عن طريق ستوري على انستجرام، إن سعر الألماس بالجاكيت بيتجاوز المليون دولار، وعبرت عن سعادتها الكبيرة بالتصميم علشان يحصد لقب أغلى إطلالة رجالية في مهرجان الجونة حتى الآن. وعلى جانب آخر، بيشهد اليوم الخامس من فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة العديد من عروض الأفلام في المسابقات المختلفة للمهرجان، وبيجي فيلم قمر 14 على قمة جدول عروض اليوم، وده لأنه بيشهد عرضه العالمي الأول، وبتدور أحداث فيلم قمر 14 عن خمس حكايات مختلفة، وبيمثل الحكاية الأولى غادة عادل، كريم فهمي، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران. أما أبطال الحكاية الثانية فهم أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة. ونجوم الحكاية الثالثة هم أحمد مالك وبيومي فؤاد ومي الغيط، والرابعة دينا الشربيني وأحمد الفيشاوي ومحمد علاء جامايكا وليلى عز العرب. أما الحكاية الخامسة بيمثلها خالد النبوي وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران. وبيضيف مهرجان الجونة جائزة جديدة، وهي نجمة الجونة الخضراء، واللي تم تخصيصها للأفلام المعنية بقضايا البيئة. وفي إطار البرنامج الخاص بيعرض المهرجان عدد من الأفلام الكلاسيكية واللي حازت على إعجاب الجماهير على مدار الزمن. ويقدم المهرجان الدورة الخامسة لمنصة الجونة السينمائية، وهي فعالية بتقام بغرض دعم وتمكين صناع الأفلام العرب ومساعدتهم على إيجاد الدعم المالي والفني من خبراء الصناعة العرب والدوليين. وبتتكون منصة الجونة السينمائية من برنامجين، هما منطلق الجونة السينمائي وجسر الجونة السينمائي، واللي من خلالهم بيتم تقديم فرص للسينمائيين للتعلم والمشاركة من خلال جوائز مادية وعينية وورش لصناعة الأفلام وحلقات نقاش وطاولات حوار مستديرة، إضافة إلى محاضرات لخبراء صناعة السينما. وبتمنح المنصة جوائز قدرها 250 ألف دولار أمريكي بيتم تقديمهم للمشاريع الفائزة في مرحلة التطوير والأفلام الفائزة في مرحلة ما بعد الإنتاج. وبكده تكون انتهت فقرتنا النهاردة. قولولنا في الكومنتس مين هو صاحب أو صاحبة الإطلالة الأجمل من وجهة نظركم في مهرجان الجونة. دمتم في أمان الله.